في هذا الفيديو جلبنا لكم أغرب طقوس الزواج حول العالم. عادة البكاء عند شعب التوجيا. الصين. يستقبل شعب التوجيا حفل الزواج بالبكاء، فقبل موعده الرسمي بثلاثين يوما تخصص الزوجة ساعة كاملة يوميا من أجل البكاء. بعد عشرة أيام تلتحق بها الأم ثم الجد بعد ذلك، وهكذا ذواليك حتى تلتحق بها جميع الإناث من العائلة، وبذلك يكون الجميع قد شارك الزوج بكاءها إلى حين بدء مراسيم الزفاف. لحسن الحظ هذا التقليد ما هو إلا رمز للسعادة والحب العميق، فهم يعتبرون أن الإناث تنوح بأصوات مختلفة تشبه إلى حد كبير صوت الغناء. البصق على العروس عند شعب المصاي. كينيا. واحدة من طقوس الزفاف الأكثر غرابة حول العالم تجدها عند شعب المصاي، فهم يعمدون إلى حلق رأس العروس ويطلى بالدهون والزيوت، ثم يبارك والد العروس زواج ابنته عن طريق البصق على رأسها وأنحاء من جسدها. فقد جرت العادة أن البصق عادة سيئة، ولكن عند شعب المصاي له دلالة كبيرة خاصة في حفل الزفاف، فهم يعتقدون أنه يجلب الحظ الجيد والثروة. بعد الانتهاء من هذه الطقوس تغادر الزوجة مع زوجها دون النظر إلى الوراء، خشية تحولها إلى حجر بحسب اعتقادهم. أما العريس فيبقى في مكان غير مكان إقامة العروس لمدة يومين، بعد ذلك تقوم حماة العروس بحلق رأسها هي الأخرى إعلانا ببدء المراسيم الرسمية للزفاف. إغراق العروس بالسوائل. اسكتلندا. يعتبر إغراق العروس بالسوائل عادة اسكتلندية ضاربة في القدم، هي طقوس تمارس قبل حفل الزفاف، حيث تؤخذ العروس على حين غره ودون سابق إنذارها من طرف أصدقاء ينتقون بعناية، ويحبذ أن يكون هؤلاء الأصدقاء لهم حس جنوني لتنفيذ هذه المهمة المتطرفة، حيث يسكب العديد من السوائل اللزجة والمقززة على رأس العروس وحتى أخمص قدميها، من بيض فاسد وخمور قديمة مرورا بنثر الدقيق والريج. عادة إغراق العريس والعروس بكل ما ذكر له دلالة روحية، فهم يستخدمونها لطرد الأرواح الشريرة من أجسامهم. هذه الطقوس لا زالت تمارس في بعض أجزاء اسكتلندا ليومنا هذا. رقصة المال. أصل هذه العادة تنسب إلى بولندا منذ تسعينات القرن الماضي، فخلال رقصة المال يعمل الذكور المدعوون على دفع المال من أجل الرقص مع العروس لفترة وجيزة، وفي بعض الأحيان ترى الإناث يقومون بنفس الفعل للظفر برقصة مع العريس. قد تتجاوز رقصة المال هاته كل من العريس والعروس لتشمل أيضا الظفر برقصة مع وصيفات العروس اللواتي يرقصن. عادة كيز ألاكاشو. هو مصطلح يعني أن تخطف امرأة شابة وتهرب بها، تبدو عادة مجنونة. هذه الطقوس مورست في العديد من البقاع على مر التاريخ، وهي تعني أيضا اختطاف العروس، فالرجل المقبل على الزواج يلجأ إلى اختطاف شريكة حياته بالقوة أو برضا خاطرها، ويشاركه هذا الفعل أصدقاءه أو أفراد من عائلته، بحيث يتوجهون بالمرأة إلى بيت عائلة الرجل ويحتفظ بها داخل غرفة مقفلة إلى حين مجيء فرد من عائلتها، محاولا بعد ذلك إقناعها بوضع وشاح المرأة المتزوج على رأسها علامة على قبول الزواج ومباركته. هذه العادة لا زالت تمارس في بعض ضواحي رومانيا خاصة عند شعب الغجر. إذا أعجبكم الفيديو لا تبخلوا علينا بالاشتراك في قناتنا الجديدة وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد. أستودعكم الله.